قلت لي وقتاش صارت الواقعة هذه وشنو صار بالضبط؟ شنو صار بالضبط؟ هو بالموتور خطت وراء كهرباء نتاع حاكم، ضربوا بالمطركات، ضربوا بالكهرباء. خويا قعد 20 يوم في البلوك، تيشوف الويد في الحومة، قعد 20 يوم في البلوك وتوفى. ليلة عيد عبيدة معايدة ونحن معايدين في الجبانة. حاضر عليه تيشوف الويد. شكينا وكيل الجمهورية، شكينا الفلاش، قريب الساعة ونص مطيش، قريب الساعة ونص مطيش، فهمتني؟ ويعيطوا للحاكم يجهزوا يجهزوا، ما حب يهزوا حتى حد، فهمتني؟ عبيد تعيط للحاكم والحاكم يسب فيهم، برك ذاك ذا منكم. جا واحد ولد حلال هزوا هكايا وطلب الأمبيلونس ومشى معاه للسبيطار لشار نيكول وحده. وحده بعد ساعة ونص. فهمتني؟ وتقول لي حكيت في ربي حكيت. خويا ونحنا رانا قريب 7 أو 8 عمره، وكان حبينا ناخذ حقنا بيدينا رانا حرقناه 17 بعبيده معتها ربي. جينا خويا التجانا للحكومه باش تاخذ لنا حقنا، ما همش ياخذوا لنا حقنا خويا، تو ناخذوا حقنا بيدينا راس. هذا يا خويا محمد العبيدي يدور بالموتور في الحومه ما عنده حتى مشكله، خلطوا راه الحاكم بالفورد فورد جري في البوسين ماذا يسوق فيها، ضربوه من تيلي، ضربوه بالمطراك، خلوهم طايش هكاك ساعة وربع، خرجوا لهم الجيران، اجوزوا للسبيطار، اجوا الزعفورة باش يموت، سبوا جيران، ضربوا جيران بالمطراكات، بروحوا، طردوهم، قعد هكاك مطايش كالكلب أو في الواد طايشوه، قعد مطايش ساعة ونص أو في الواد، إلا ما جا واحد جار يرحم والديه وهزوا للسبيطار، قعد في البلوك 20 يوم، يعملوا معنا في شونتاج 20 يوم، نقدموا به قضايا نعملوا راه خوك نعملوا به 14 قضيه يكلم في التليفون، اجي نفضك اخويا القضايا تاع خوك وسامحنا رانا ما عملناش حتى حكايه، سمعوا به من بعد توفى ولو يكلموا فينا بالتليفون راكم تمشوا كل الجمهوريه تطلع المحكمه راكم ما عندكم وين توصلوا، وراو اللي يحصل منكم راو يمشي الحبس، وراو عندكم قضايا وعندكم كذا وعندكم كذا، نحن عباد نظاف لا عندنا قضايا لا عندنا حتى شيء، كنا نخدموا موظفين امورنا واضحه الحمد لله يا رب. حبوا ناخذوا حقنا يا خويا، نحبوا ناخذوا حق خويا بالحاكم بالقانون، لا نحبوا خويا اللي ضربوا هذا ولا يفزع فينا، ولد حومتنا يسكن بحدينا يدور قدامنا مزيان، لا عيطوا له لا في التحقيق لا فحص لا عمل حتى شيء، اموره واضحه يدور يخدم اموره واضحه. عبيده معايده في الجبانه خويا كريم. اني بحبي انا وراجلي في التاكسي واقفين في الامبوتياج نتاع سوق ليبيا، دخلوا علينا بالغاز والشوك، في بالي مرونا براكاج ما في باليش حاكم هكاكا، ومن بعد عملوا هكايا ضربوه بالغاز وبعدك ضربوه بالشوك، تحرقت التاكسي الكل هبطوها، وجيت نتكلم على راجلي ضربوني هيا عينيا كيفاه، طيحوا لي صغير من كرشي وهزوه زد هزوه للمركز لتو ما نعرفوا عليه حتى شيء. جيت نتكلم معاهم قالوا لي اسمع شفت وقطعوا له باسبورو تروف طويك باسبورو في القنصليه هزيناه البارح. باسبورو تزيري هو مشينا نحكي، مشيت نحكي معاهم وكل شيء، قالوا لي اسمع شفت، قال لي اعطينا الباسبور نتاعو المقطع، قال لي شفت تمشي تشكي ولا تعمل اي حكايه، راجلك نبعثو 25 قضيه من الحبس ما يخرج، وجيب الباسبور المقطع هذاك وانا واحنا نعطوك تمبري ونخرجوا له باسبور. قلت له راهو راجلي باسبورو تزيري ماهوش تونسي، قال لي اي نورمال، المهم ما تحكيوش وما تعملوا حتى شيء. خويا تصور هذوما، انا بو تصور هذوما خديتهم 500,000 بعد نص ساعه بالضبط بعد الحادث، 500,000 باعوهم لي أعوان الأمن، باعوهم منهم فيهم فرقة 17، فهمنا خويا، وقال لي أي حاجة تعملوها راني ريت هذيا، قال لي زوز كيلو، قال لي نعديه بهم حتى ضد مشهور نعديه هو به عليه حرام، بقينا ولاد صغار وما يعرفوش، قلت كيفاش قلت ولاد صغار يا اخي يضربوا بالشوك وقاعد مع بعض حرام، هي هو قاتل روح، قاتل روح باش يحرقوها، قاتل روح باش يحرقوها، ماهوش قاتل روح ولا عمل حاجه. 17 اللي يخدموا كل فرقه 17 خارجين من نظور كلها، كراكة تعرفهم كراكة أول ما عمر الشهري توا يدوروا أول ما عمر ضرب واحد بكرموش في ساخير، اللي يبيع في الفيونس ياخذوا من عنده في الجعالة، الخضار الحوات اللي حال قهوة البيع الشراب اللي عنده قهوة دوما شوف كراكة شوف هيا أول ما جي جيب كلها وحنا كبار موسيقى كبار جمهورية أول ياخذوا حقنا نحبوا ياخذوا حقنا كلهم يا حرام علاش يحرقوا فيا بالله عليه قاتل روح ارهابي عليه ما هو حرام خويا زي عمار عاقبوه عمل حاجه عاقبوه ميسير اما ما تحرقوهوش ما تضربوش ما تحرقوهوش ما تحرقوهوش بطريقه بشعه يا ما ناس ما ظالمكم حابس هكاك ما يعرفوا حتى شيء جيب لك نسخه مش جيب لك حتى شيء بعثنا الشهيد بتاعك